السلام عليكم واحد وأربعون شهيدا ضحية العملية الإرهابية الغادرة في عدن أمام بوابة معسكر بدر أشلاء زاهرة لمجندين شباب ارتقت أرواحهم البيضاء إلى خالقها لتكون شاهدة على جرائم الإرهاب التي تستهدف الحياة والأرض والإنسان الرحمة على الشهداء والعزاء والمواساة لأهالي الضحايا وذويهم والشفاء لجرحى هذا البلد المعذب والمكلوم الارهاب جريمه محليه وعالميه، الحقت الاذى بالبشريه وبالعالم هذا كلام لا يختلف عليه ذو عقل، لكن ثمه خيوط غامضه واخرى بدات تتكشف فيما يتعلق بمساله الارهاب في بلادنا التي عانت مرارات كثيره من ويلات على كافه الاصعده الاقتصاديه منها والسياسيه. فالمتتبع لخيوط جرائم الارهاب وتداعياتها سيلاحظ العديد من الارتباطات السياسيه التي لها علاقه باطراف اقليميه ومحليه. ابتداءً بملف الارهاب وملف التوريث وبناء ألوية خاصة تحت لافتة مكافحة الارهاب، ثم تحول ذلك الميراث, الميراث الأسود من لافتة للنظام السابق إلى لافتة للانقلاب رفعتها ميليشيا الحوثي حينما اختطفت الدولة واجتاحت المدن، وكذلك ابتزاز الخارج والداخل بهذه الورقة. حول الاستخدام السياسي للعملية الارهابية نضع التساؤلات الآتية: أصبحت الخيوط السياسية للعملية الإرهابية واضحة للعيان مع هذا التزامن بين العمليات الإرهابية والأحداث السياسية وما خطورة التوظيف السياسي لتلك العمليات على السلم اليمني والإقليمي والدولي وهل معرفة الخيوط السياسية والأمنية للإرهاب مدخل أساسي لمكافحته؟ كل ذلك مشاهدين في مسائنا اليمني لهذا اليوم ولكن بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير 41 قتيلا في عدن وأكثر من ستين جريحا بعد يوم واحد من ذكرى الوحدة جريمة تعيد إلى الأذهان مثيلتها التي حدثت قبل أربع سنوات مئة وعشرون جنديا قتلوا في جريمة مماثلة سبقت ذكرى الوحدة ولكن في صنعاء قبل يوم واحد وفي موقع الاحتفال قال مراقبون إنها كانت تهدف لمنع أول رئيس جنوبي من الاحتفال بذكرى الوحدة في صنعاء وهذه تعيد إلى الواجهة جريمة العرض التي تزامنت مع اختتام مؤتمر الحوار الوطني لتأخذنا في سياق الارهاب المنظم القائم على دوافع سياسيه. الارهاب اذا ليس مجرد عمليات معزوله فغالبا ما يلاحظ المتابع ان العمليات الارهابيه تأتي متناغمه مع اهداف سياسيه ومتناسقه مع عمليات تحريض تستخدم وسائل الاعلام التقليديه ووسائل التواصل الاجتماعي. ولا يكون خروجكم لاجل الشهاده وانما يكون لتؤدوا طاعه امركم الله بتاديتها كما امركم بالصلاه ليست الانحرافات الفكريه سوى قال بن هش لا يمكنه تحمل كامل المسؤوليه عن عمليات معقده تاخذ اشكال مختلفه تاتي في واحده من صورها على شكل تحريض يخلق اسبابا لعداوه مصطنعه بين المتلقي وبين جهات سياسيه او اتجاهات فكريه أو شخصيات لا تلبث أن تتحول من ضحية التحريض إلى ضحية عملية إرهابية، غالباً ما يلفها الغموض لأنها تُقرأ بمعزل عن الأحداث التي سبقتها. وفي الصورة الأخرى تبدو العمليات الإرهابية كمقدمات موضوعية تهدف لتبرير جرائم أخرى أو تمريرها، فالقنابل التي انفجرت في مساجد صنعاء كانت مقدمات تبرر اجتياح عدن. وهكذا تبدو كل عملية إرهابية مجهولة المصدر إما تتويجا لعملية اغتيال معنوي سابقة أو مقدمة لجريمة إرهابية أخرى ذات طابع سياسي. اكتشفنا شخص إرهابي كبير كان ينوي بعمل أعمال إرهابية في العاصمة صنعاء. وبين النتائج والمقدمات تبدو صورة الإرهابي واضحة للعيان فهو ليس مجرد اسم مجهول يصدر بيانات ويرسل متفجرات ولكنه في الواقع مجرم له وجه سياسي يناور به ويفاوض ويركب المتفجرات بقفازات لا تكفي لإخفاء بصماته إذا مشاهدينا الكرام لمناقشة هذه الحلقة ينضم معنا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث الأستاذ نبيل البكيري مساء الخير أستاذ نبيل مساء النور لك يا مشاهدي الكرام اهلا بك استاذ نبيل لو انطلقنا الى تفكيك ظاهره الاستخدام السياسي للعمليات الارهابيه من هذه العمليه الاخيره التي استهدفت قياده معسكر بدر وراح ضحيتها للاسف يعني ابرياء مجندين هذه الجريمه استاذ نبيل ما دلالتها في التوقيت السياسي الحالي؟ اولا نعزي اسر الضحايا الذين سقطوا اليوم بجرى هذه العمليه الاجراميه حقيقة مسألة الإرهاب في اليمن نحن لا نستطيع أن نفهم هذه السياقات التي وصلت إليها هذه العمليات بكل هذه البشاعة ما لم ندرك الخلفيات الأولى لها في مسار تحول هذه الظاهرة منذ البدايات الأولى لظهور هذه العمليات في تسعينات القرن حتى هذه المرحلة باعتقادي ورقة الإرهاب في اليمن أو ما يسمى بظاهرة العنف هي ورقة يعني رغم وجودها كحقيقه كافكار كسياق كتطور تاريخي لهذه العمليات ولهذه الجماعات لكن في حقيقه الامر المتابع والملاحظ مثل هذه العمليات يلاحظ انه يعني تحول هذه الظاهرة من سياقها الطبيعي أو من سياقها النصي وسياقها التاريخي إلى سياق أقرب من إلى سياق السياسي و و وتحولها إلى ملف من ضمن الملفات المطروحة في صراعات السياسة وتضارب الأجندات الدولية والمحلية والإقليمية في المشهد اليمني فمنذ تسعينات القرن الماضي استخدمت جماعة العنف في صراع الشركاء الوحدة الذين حققوا وحدة 90 مايو واستمرت ايضا في ملفه الصراعات السياسيه حتى هذه اللحظه وبكل تجلياتها وبكل تحولاتها التي حصلت من جيش عدن ابيان الى تنظيم القاعده الى انصار الشريعه الى وص... الى مسمى اليوم مسمى داعش وهو المسمى الاكثر مراوغه والمنقول من حق اخر غير الحقل اليمني وهي العراق والشام هذا التوظيف السياقي او التوظيف السياسي لسياق العمليات العنفيه في اليمن ربما هو اكثر تجليه من اي منطقه اخرى بالنظر الى الشواهد والدلالات التي اخذت تتطور مع مسار هذه العمليات حتى وصلنا الى هذه ما المرحله. ما هي ابرز هذه الشواهد؟ ابرز هذه الاشياء هي الكثير من الملفات التي رايناها على امتداد الفتره الماضيه مثلا ان يخرق قاده كبار ويتحدثون عن استخدام ظاهره العنف في الحاله اليمنيه كما خرج مثلا على سبيل المثال منظر القاعده الابرز في فتره من الفترات الشيخ او الدكتور امام عبد العزيز الشريف اللي كان يطلق عليه بالدكتور فضل. وتحدث في مراجعاته التي نشرها في اكثر من مجال، وتحدث ايضا في احدى القنوات الفضائيه المصريه في حديث مطول له، وتحدث على انه كان على صله مباشره بجهاز الامن السياسي في في اليمن. وكان يدرك جيدا هذه الخيط الفاصل او الرابط بينهم بين هذه الجماعات وجماعات علي وجماعه النظام او مم. علي عبد الله صالح واجهزته المخابراتيه. فضلا عن ذلك مثلا المكاشفات الاخيره التي طرحت في ملف او في فيلم مخبر القاعده لهاني مجاهد وطرح مثل هذه التساؤلات ايضا وقال لم يطرح تساؤلات بل طرح اجابات على ان هناك اعضاء من تنظيم القاعده يتم استخدامهم من قبل جهاز الامن القومي وتوظيف عمليات عمليات هذا الجهاز او عمليات هذه الجماعات في اطار البحث عن شرعيه دوليه وغطاء دولي لاستمرار هذا النظام كشريك فاعل في ما يسمى بالحرب إيه. على الارهاب لا. ما يحدث اليوم في لا. عدن ايضا هو ياتي في هذا السياق وخاصه وان كل العمليات التي تتم تتم باتجاه واحد فقط وهو اتجاه, أتجاه الشرعيه صح. صح. واتجاه كل ما يمت للشرعيه بصله فيما الاطراف التي المستفيده من هذه العمليات والتي يرفع ترفع هذه الجماعات شعار وتكفير هذا هذا الطرف وهو طرف الانقلابيين والميليشيات الانقلابيه لم نشهد على الاطلاق اي مواجهات باستثناء العمليات المرتبكه والملتبسه التي حصلت في بعض مساجد صنعاء قبل اكثر نعم. من عام وكانها كانت في تلك المرحله هي عمليه تهييج يعني عمليه عنفيه لتهيج مشاعر الناس والدفع بهم الى الذهاب الى مقاتلة او للتجنيد تحت شعار محاربه الارهاب وداعش بينما اليوم لم نشهد اي مواجهات وخاصه مثلا يعني تتجلى لنا هذه المكاشفات ايضا بمثلا استلام او تسليم بعض المدن في الجنوب التي كانت كلما سيطرت القاعدة عليها سلمتها للميليشيات الانقلابية كما حصل في الحوطة في لحق وحوطة شبوة وصعيد شبوة وكثير وعزان شبوة كل كل هذه المدن كان يتم تسليمها بعد أن يتم سيطرة عليها من قبل جماعات القاعدة ما و... الذي يعكس هذا الاستلام والتسليم بهذه البساطة؟ آه هذا أنا نتحدث عن سياق تطور عملية أو انكشاف نعم. ووضوح هذه العملية التي تنفذ في إطارها اليوم أيضا مثلا اليوم يخرج متحدث في جماعة الحوثيين ناطق بلسانهم ويتحدث على انه ما حصل في عدن هو عمليه فشل امني كبير وانه آه هذه المناطق ايضا اصبحت آه مسرحا لعمليات القاعده والارهاب وداعش هل هذا ما يعني يريدون ايصاله؟ هذه الرساله واضحه مثلا فضلا عن ذلك مثلا انا اليوم التقط احد المقربين الصحفيين المقربين من هذه الجماعات ومن علي عبد الله صالح و وهو يكتب بوستات باللغه الانجليزيه وهو متابع وناشط باللغه الانجليزيه بشكل كبير ويتحدث بعد العمليه مباشره وينزل صور منفذ العمليه وايضا يتحدث على انه ما تغ... يعني هذا الانتحاري الذي فجر هذه العمليه هو ضد عمليه او ضد معسكر وقاعده لقوات الاحتلال السعودي في عدن يعني نوع من الكذب تسويق الكذب, يعني الكذب والبقاحة بكل ما تعني الكلمة يعني هناك استخدام للإرهاب كملف أمني لتصفية الخصوم أو لضربهم في يعني مسألة الأمن في مسألة إدارتهم لهذه المناطق المحررة لكن لا يعكس ذلك أيضا فشل حقيقي من قبل الحكومة أنه فعلا لم تستطع أن تدير هذه المحافظات التي حررت لا شك أنا دائما نتحدث وأقول إنه الجماعات العنفيه هي معادل موضوعي لحاله الفشل والفراغ الموجود. لا ننسى انه في المناطق المحرره حصل قتال وتدمرت مؤسسات الدوله ومؤسسات الامنيه وكل شيء تدمر. وبالتالي حصل فراغ امني هائل. هذا الفراغ الامني هو صلب عين الـ 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 او البيئه الانسب والاخصب لانتشار لتنا... جماعات العنف وتسيدها في هذه المناطق. هذه المناطق الانسب هي تاتي وفق الاستراتيجيه موجوده لدى جماعه العنف، حينما نتحدث عن توظيف العنف والارهاب نحن لا لا نقول مطلقا انه ليس هناك جماعة عنف وارهاب، هناك جماعات عنف وارهاب، هناك افكار متطرفه، هناك موجود نعم، لأنه لأنه هناك من يريد لكن... ان يلغي وجود نعم. قاعده حقيقيه، هل لكن هل... هل... الاشكاليه اليوم حينما نتحدث نحن بهذا المنطق، نحن نقول انه ظهور وبروز جماعة العنف ليس بتلك السطوه والقوه التي يمكنها من ان تحدث كل هذا الاهتزاز الموجود الامني والعسكري. هناك من يس من يسعى لتوظيف هذه العمليات و و وينفذ او يعني يستفيد من منها في تقديم هذه الجماعات على انها هي التي تدير هذه المنطقه وان اليمن ذاهبه تحت سيطره هذه الجماعات وانه ما لم يتم التعامل معه كطرف مقاتل ومحارب لهذه الجماعات فان المشهد سيكون بهذه الطريقه، ايضا ما يربط هذا هذا المفهوم والتفسيري لهذه الاطراف التي توظف دائره العنف في اليمن، مثلا نحن نشاهد مثلا هناك تورط امريكي في في هذا الملف، يعني عندما نتحدث عن ملف الارهاب وكل و و ما حصل خلال عقدين من الزمن، نحن نلاحظ انه المستفيد الكبير والموظف الكبير لهذا الملف هي الولايات المتحده الامريكيه. هذه الحقيقة التي لا يمكن أحد أن يتهرب منها بالنظر إلى أنه حتى كثير من الدلالات التي أشار إليها مخبر القاعدة كشفت كثير من هذه القضايا حينما كان يريد أن يذهب إلى الأمريكان ويقدم لهم معلومات وإذا بالأمريكان يسربون هذه المعلومات لجهاز الأمن القومي الذي استطاع أن يختطف هذا المخبر ويعاقبه ويوظف هذه المعلومات في يعني كانه في نوع من تبادل المعلومات والادوار في هذا السياق وبالتالي اليوم مثلا حينما يطلب طرف من اطراف التحالف الامريكان للتدخل في الجنوب ماذا يعني هذا واستخدام قوات امريكيه الى المناطق الجنوبيه والقواعد هناك لا معنى لهذا السياق او لهذا الاستخدام على الاطلاق الا التوظيف السياسي لهذه الظاهرة مثلا على سبيل المثال الان المطلوب في الجنوب يعني الحلول الواضحة لمكافحه الارهاب والعنف هي عوده الدوله، هي عوده مؤسسات الدوله، هي استعاده سياسه الدوله ونظامها القانوني. ربما استاذ مرات. يعني استاذ نبيل اسمح لي في كل عمليه للاسف تحدث نعيد نفس النقطه والحكومه تعد بقرب عوده الحكومه الى عدن او بعض الوزراء الذين يجب تواجدهم خاصه يعني كوزير الداخليه الذي يفترض ان يكون هو معني بهذا الامر بالدرجه الاولى. ولا يوجد شيء على ارض الواقع عمليه بعد اخرى لا احد يتحرك. اولا هناك مسارين لمثل هذا العمل، المسار الاول فيما يتعلق بالحكومه نفسها. الحكومه اليمنيه الى الان يعني الان صار اكثر عام تماما، دعينا نقول عام ان لم يكن عام وشهرين. وهي خارج الحدود. وكانت كل فتره تعود الى الوطن وتعود مره اخرى الى حيث اتت. هذا السياق لمسار الحكومة وجودها خارج إطار السيادة الوطنية وخارج الأرض الوطنية هذا نوع من الفشل الكبير هذا لا يخفى على أحد ولا يمكن أن نحابي أحد ونقول أنه الظروف لم تعد مهيئة الظروف أصبحت أكثر تهيئا لكن الإشكالية الكبيرة تكمن في أن وجود عراقيل وعقبات سياسية تحول دون عودة الحكومة هذه العراقيل وعقبات السياسية هي ناتجة, ناتجة للارتباك الموجود في رؤية التحالف العربي تجاه الحالات ماذا بعد التحرير هذه الاشكاليه تكمن وتعود بدرجه رئيسيه الى التحالف العربي، ثم الى ايضا الاراده السياسيه للحكومه المكبله بهذا التضارب الموجود في اطراف في التحالف العربي. السياق الثاني لحلحله هذا هذا الموضوع، هذا الملف، هناك اطراف دوليه ايضا لعلها ترى انه لم يصل الصراع الى المرحله التي ممكن من خلالها ان ان تكون قادره على التحكم في سياق التغيير السياسي الحاصل في 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 ملف الشرعيه في اليمن او ملف إعادة الدولة وإدارة هذه المسألة وهذا ايضا هو متعلق ايضا اليوم بالاشكاليات الكبيره العالقه في مؤتمر نعم. او في مشاورات الكويت وكل ذلك ايضا يصب في صالح الفراغ الذي سيستمر وستستمر العمليات الارهابيه التي هناك اطراف دوليه كبيره مستفيده من شماعه القاعده في المناطق الجنوبيه وفي اليمن عموما من اجل ان تظل على قدره هائله او على آآ آآ يعني استطاعة دائما بالتحكم بملفات التغيير السياسي الحاصل ليس فقط على مستوى الداخل نعم اليمن وانما على مستوى المنطقة هل حل ورقة الارهاب استاذ نبيل يعني هي الورقة الرابحة بالنسبة لاي طرف يلوح بها سواء كان علي صالح سابقا ميليشيا الحوثي التي ادعت انها هي من تحارب القاعدة ايضا ما حدث من قبل الحكومة في تطهير حضرموت وما حدث هناك من ضرب لقوات التحالف الجميع يتنافس في في سبيل يعني ليقل للعالم نحن نحن من يحارب القاعدة؟ هذا الملف وهو ملف دائما ما نقول أنه ملف إشكالي وأنه أصبح ملف سياسي وليس له علاقة لا بال على المستوى الأمني ولا على المستوى الاقتصادي لا. يعني دائما نقول أنه ملف الأمن الملف الـ الـ الإرهاب والحلول التي تقتصر في التعامل مع التعاطي مع ظاهرة العنف والإرهاب من زاوية أمنية بحتة مجردة هي مقاربه فاشله واثبتت فشلها على كل المستويات ليس على المستوى في المحلي في اليمن وانما على المستوى الدولي والاقليمي، امريكا فشلت في المقاربه العسكريه في افغانستان وفشلت في العراق وفشلت في سوريا، لم يعد هناك مجال للمكابره في هذا الملف. المستوى الثاني فيما يتعلق بالحاله اليمنيه اليوم وهي ايضا امتداد للحاله السوريه والعراقيه، أن الملف دائما المقاربه التي تقوم على الارتكاز والمحاربه المباشره باستخدام العنف الموجه سواء عن طريق الدرونز او عن طريق المقاولين المحليين كجماعة ميليشيات الحوثي وغيرها وميليشيات صالح التي تسمى نعم. بمكافحه الارهاب ومجموعات ال... كل هذه المقاربات اثبتت فشلها، اليوم الحل الوحيد والاكيد لمساله الارهاب يكمن في استعاده الشرعيه واستعاده الدوله. الدولة. اذا اسمح لنا استاذ نبيل ان ينضم معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ بشير عثمان الكاتب والصحفي من نيودلهي، مساء الخير استاذ بشير. مساء الفل مساء الفل لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم اهلا بك استاذ بشير نعم استاذ بشير يعني كونك صحفي ومتابع للاحداث الاخيره الا تلاحظ ان هنالك استخدام سياسي واعلامي للعمليات الارهابيه او يسبق العمليات الارهابيه؟ أه نعم بالتاكيد بالتاكيد التوظيف السياسي للعمليات الارهابيه او التوظيف الاعلامي ايضا للعمليات الارهابيه واشكاليه من ضمن الاشكاليات التي نعيشها في مجتمعنا من ضمن وظاهره طبعا هي ظاهره اصبحت معنيه ويركز عليها عاده الراي العام ويركز عليها الاعلام وتستخدم ضمن اليات اليات تقريبا يمكن تسميتها بالمناكفات اللي تدور بين الاطراف أطراف الصراع اليمنيه لكن لكن مواد مواد تنويه له ان ان ما يحدث في عدن ايضا هو وما يحدث عموما من عمليات ارهابيه في اليمن اعتقد ان الان يمكن في مقدمه بلدان العالم في المجازر ما يتعلق بالارهاب. ايا كان ايا كان السبب وايا كان التوظيف السياسي لما يحدث لكن هناك ايضا بنيه بنيه عميقه جدا بنيه ثقافيه وبنيه اجتماعيه وبنيه سياسيه. لا يمكن عزلها عن ما يحدث في اليمن، التطور الارهابي في اليمن او تطور الارهاب على مستوى العالم هو بدا من مراحل متقدمه مرتبط فكريا وايديولوجيا ب مرتبط بالدين، مرتبط بالعادات والتقاليد، مرتبط بعرفنا، مرتبط بتعليمنا، مرتبط ببنانا التقليديه الكلاسيكيه بنيت هذه الفتره استاذ بشير، يرتبط بالسياسه بشكل اقوى؟ لا نستطيع ان نجزم بانه يرتبط بالسياسه بشكل بشكل اقوى لكن الوضع السياسي او البيئه السياسيه مناسبه جدا ل... لظاهره الارهاب واستفحالها داخل داخل المجتمع اعتقد انها ايضا جزء جزء رئيسي الان من من العمليه من عمليه الصراع التي تدور، يتم توظيفها من قبل اطراف مختلفه، يتم توظيفها من قبل الانقلابيين الحوثيين، اليوم سمعنا تصريح محمد عبد السلام وهو تصريح لا اخلاقي بالاساس وايضا هذا التصريح باعتبار انه يدين يوقف العمليه السياسيه ويقول ان ما يحدث في عدن هو خلل امني، بالتاكيد في عدن ما يحدث هو خلل امني وخلل سياسي، ليس فقط في عدن ما يحدث فقط خلل امني وسبب الله امني، في الاساس في عدن هو مشكله سياسيه بالاساس، هناك هناك قياده قياده امنيه وقياده محافظه لا تتبع سلطه الرئيس، راينا الرئيس يكتب في صفحته منشورات على الفيسبوك تدين ما تقوم به سلطه سلطه عدن، يعني عدن والعمليه السياسيه بالتاكيد تلعب دور اساسي فيما يحدث من حد ما حدث اليوم من عملية وهي عمليه مدانه ونعز يسر الشهاده جميعا، لكن بتصوري ان 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 ما حدث اليوم بالتاكيد تم توظيفه امس بدات في امس يعني مساء امس بدا عمليه تحريض على الـ على الضابط الصبيحي الذي حدثت اليوم الصبيحي الذي حدثت العمليه في باب منزل عبد الله الصبيحي بدا تحريض ارس منشورات منشورات لحراكيين معروفين حراكين يعبرون بشكل بشكل واضح وصريح وتحريضي على 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 عبد الله الصبيحي واتهامات واضحه وصريحه، بالامس اتهموا بان بان الصبيحي ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين ويتم توظيف الموضوع باعتبار سياسيا داخل عدن، يوظفوا الحراك باتجاه ان ال... باتجاه الاصلاح وخلافهم السياسي داخل ما العلاقه اذا استاذ بشير بين بين بيان بيان الحراك والقاعده؟ بتاكد هناك مسافه شاسعه بين الحراك والقاعده، لكن لكن الان لا يمكن الت... والحراك هو منظم في اطار في اطار في اطار تحالف او في اطار اوسع هي المقاومه في المقاومه ينضوي تحت اطار المقاومه الحراك والمقاومه وجميع يتم تشكيلهم في اطار وحدات عسكريه وفي اطار مؤسسات لا نعرف لا يوجد شفافيه حتى في التعاطي مع مع المجتمع كيف يتم تشكيل هذه المؤسسات كيف سيتم فرزها سيتم فرز الارهابي من عدم الارهابي وكيف سيتم فرز الطائفي من عدم الطائفي وكيف سيتم الحراكي الجهوي والمتطرف تجاه المناطق الاخرى لا يمكن الان لا, لا يوجد شفافيه حتى يتم التعامل مع هذا الملف هذه كلها ستترك اثرها وسيتم وتتصاعد تدريجيا باتجاه مزيد من العنف وسياخذ اشكال مختلفه سواء ارهاب ارهاب كلاسيكي كالذي نشاهده في عدن العمليات الانتحاريه او قد ياخذ طابع اخر مثل الطابع الجهوي الذي تتخذه جماعات وميليشيات الموجوده في عدن مثل الحزام الامني ولا اخره الجرائم التي تتخذ ضد ضد مناطق معينه ضد الشمال مثلا او ما يسمى بالشمال هذه كلها اشكال وهي عمليا ارهاب الارهاب ياخذ اشكال مختلفه ارهاب مادي ارهاب معنوي ارهاب حتى ارهاب ارهاب فكري, فكري. نعم. هذا جزء من الارهاب الذي يمارسه الحراك نعم هناك من يطرح استاذ بشير ان ان هذه العمليه جاءت في سياق استهداف الجيش الوطني كنواه وطنيه للدوله الاتحاديه بالتاكيد هناك في عدن واضح ان ان ما يحدث ان الان العمليه العسكريه يتم بناءها في عدن هذه الشرعيه القوات نعم. الشرعيه وفي داخل هذه القوات الشرعيه يوجد هناك منازعه للسلطه الشرعيه لسلطه الرئيس ولسلطه الجمهوريه اليمنيه منازعه من من ميليشيات الحرك ميليشيات الحركة تم اعداد جزء كبير منها في اطار ما سمي سابقا بالوحدات التي تم تخريجها من الضالع او التي الوحدات التي تم بنائها في يافع والتي اتهمت بانها جزء من القاعده، كل هذه يتم الان ارسالها الى عدن لتقوم ب... لا ادري هل هي تقوم بدور وظيفي ضمن اطار دوله الشرعيه ام يتم منازعه الشرعيه داخل عدن ام يتم تمجيعها معا في كل الاحوال اذا تحت اي مستوى من هذا المستوى طيب لا يوجد رؤيه وهدف وهدف مشترك سواء للسلطه المركزيه الذي هي مؤثره برئيس الجمهوريه او التحالف اذا لم يجد لهم رؤيه موحده اعتقد انه في النهايه ستقاتل هذه الوحدات فيما بينها وهذا مؤشر واضح اليوم ما يحدث في عدن بالامس يتهمون الاخوان المسلمين بانهم يدعمون عبد الله الصبيحي وانه اخوانجي وباليوم بعد تحديد الحركه مساء في الصباح اليوم بعد العمليه الارهابيه يتم اتهام الاصلاح ويتم اتهام القاعده بانهم وراء العمليه لا ادري هذه التناقضات كيف يجمعها الحراك وكيف يديرها لكن يبدو اننا امام اشكال عميق جدا وعميق للغايه وسينتقل وسينتقل تدريجيا الى الى كل مناطق الجنوب وحتى على مستوى المقاومه وعلى مستوى نعم. بالنسبه لل تفضل تفضل نعم حتى بالنسبه للتصريحات اليوم الحوثيين يبدو ان هناك توظيف ايضا وهم يستفيدوا اكثر من يستفيد من العمليات الارهابيه هنا لا يمكن لا يمكن عزل طرف اخر ايضا في صنعاء او سلطه صنعاء او سلطه الامر الواقع او السلطه الانقلابيه في صنعاء لا يمكن عزلها او تحيدها عن ما يحدث بالتاكيد يعني. لها ارتباطاتها بجماعات ارهابيه داخل داخل الجنوب قد دا قد يختلف قد يختلف الحوثي بالشكل عن عن القاعده او يختلف عن داعش لكن بنيه بنيه الجماعات التي من العنف سواء الحوثي او القاعده او داعش والتي تختار واحده والتي ربما نعم. العنف هي واحدة واحدة بالتأكيد تختلف في الشكل لكن واحدة وتلعب في نفس يعني. وتلعب في نفس الملعب نعم. نفس الأدوار التاريخية إذا شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي بشير عثمان كنت معنا عبر الهاتف من الهند آه نستأذنك أستاذ نبيل وأنت والسادة المشاهدين للذهاب بهذا الفاصل القصير ونعود إليكم جديد مشاهدينا الكرام مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل طرحنا مع الأستاذ بشير موضوع استخدام الإعلامي أو الاستهداف الإعلامي الذي يسبق العمليات عادة وربما أيضا هناك موقع العالم في تويتر تكتب أن هذه العملية كانت ضد ميليشيات هذه كيف تقرأ هذا التوصيف؟ هذا الملاحظ الواضح لتناول الإعلام الإيراني وكل شبكة الإعلام التابعة لهذا الإعلام على المستوى المحلي والإقليمي أنها تستفيد كثيرا من توظيف ظاهرة العنف خاصة في طبعتها داعش داعش أصبحت أقرب أقرب الجماعات الإرهابية في مساق التوظيف السياسي والإعلامي لها الى الصف الايراني واعتبار ايضا هذه المليشيات ايضا هي التي اصبحت اليوم شماعه مثلا لاباده العراق واسقاط مدن في العراق وانتقال هذه الوظيفه اليوم الى اليمن وما رايناه في اليمن اليوم انا باعتقادي تدشين مرحله داعش في اليمن هي اقرب الى المساق والى السياق الايراني منها الى اي سياق اخر الايرانيون في مساله داعش هم الاكثر قربا والاكثر اختراقا لهذه المنظومه في توظيف مباشر او غير مباشر هذا يعود الى طبيعه الاستخدام الموجود والمناطق المستخدمه في او التي يدور فيها هذا الصراع. اللافت ايضا في فيما يتعلق وما ذكره الاستاذ بشير فيما يتعلق بالصراع والتناقضات الموجوده على المستوى الداخل في عدن باعتقادي انه لا يستفيد احد من هذه التناقضات المطروحه وحاله التهييج والتحريض الموجوده في على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي او على المستوى الاعلامي غير هذه الجماعات التي تجد الفرصة المناسبة لتنفيذ هذه الأجندات ومن يوظفها أيضا في السياق التالي لعملية هذه استمرار هذه العملية نحن أمام عبث بكل ما تعني الكلمة معنا لا يعني بتاتا كما قلنا دائما أنه حينما نتحدث عن التوظيف السياسي لهذه الجماعات انه لا يوجد هذه الجماعات، هذه الجماعات موجوده ولها اهدافها ولها اجندتها ولها ايضا افكارها ولها شبابها الذين بانفسهم نعم في نهايه الامر يعني الذين تستخدم نحن يهمنا من هذه من هذه الكومه كلها ومن هذا القش الموجود هو ان نبحث عن النواه الحقيقيه التي من خلالها اي بمعنى اخر انه نبحث عن الاسباب التي تؤدي الى هذه الظاهره ولا نتوه مع ملاحقة تفاصيل ما يحدث بعد ذلك لا. لأن هذه العمليات هي تؤدي إلى تفاصيل متراكمة فيما يتعلق بالصراع وتوظيف من قبل أطراف مثلا اليوم على سبيل المثال فيما يتعلق بهذه العملية لا لاحظنا طرفين مستفيد مستفيدين أو مستفيدان إعلاميا من هذا التوظيف وهو الحراك الداعم لمسألة الانفصال أو الحراك المتطرف انفصاليا وجماعة الانقلاب بتفاصيلها تابعة لعلي عبد الله صالح وتابعة جماعة الحوثي هذان الطرفان هما اللي استفاد, استفاد وقدم فكره انه فشل الامني الكبير في المحافظات الجنوبيه وانه البديل لسلطات الدوله ومؤسساتها التي يقصدون ذاتا يعني انفسهم وهذا الانقلاب او ايضا انه هذا التوظيف في هذا السياق يخدم هذه الاطراف وبالتالي نحن من خلال هذا التوظيف نكتشف المستفيد الاول والاخير من هذه العمليه ان هناك من وظف هذا السياق بغض النظر هو لم يجند هذا الفرد ولم يدفعه الى نفذ هذه العمليه الانتحاريه لا بالعكس نحن نلاحظ الاستخدام والاستفاده في الترويج الاعلامي لظاهره العنف وانه هذا البديل الذي نحن حذرنا منه وانه لا يمكن ايقاف هذا المسلسل ما لم نكن نحن جزء من استئصال هذه العمليه بمعنى اخر نحن يبحثون عن شرعيه دوليه تحت مسمى وغطاء مكافحه الارهاب نعم طيب ما رايك بفكره استهداف المجندين الذي ياتي ضمن استهداف الجيش يعني الذي هو يعد نواه وطنيه للدوله الاتحاديه القادمه هل تتفق مع هذه النقطه فعلا يعني هي المساله لا تقف عند مستوى الاستفاده فقط اعلاميا وضرب خصوم السياسيين هي ايضا في اكثر من استفاده، مثلا هذه الاستفاده الخطيره والكبيره في مساله ضرب كل ما يتعلق بالمؤسسه الشرعيه، مؤسسه الجيش الوطني نعم. الذي الان تمثل النواه التمهيديه للجيش الذي سيتم التعاطي معه بعد عمليه التحرير وهو الجيش البديل عن الجيش المناطقي المذهبي الذي نعم. فشل عند اول اختبار في سقوط صنعاء في 21 ايلول سبتمبر 2014، وبالتالي نحن بحاجه الى جيش وطني، هذا الجيش الوطني هو اليوم وجيش يسمى بالجيش الاتحادي الذي سيحمي الدولة وسيحمي حدودها وسيحمي الأقاليم هناك من يزعجه هذا الملف كثيرا وبالتالي يستفيد كما قلت أنه يضرب عصفورين بحجر مسألة أن يتم تدمير وقصقصة هذه الخلايا التي يتم تشكيلها أو هذه النوايا النواة التي يتم تشكيل منها جيش وطني والجانب الآخر هو التوظيف الإعلامي ومخاطبة المجتمع الدولي على أن هناك داعش في الجنوب وأن الملف الامني فشلوا فيه الحكومه الشرعيه. نعم، طيب هناك يعني احد الكتب كتب انه القاعده قبل اسبوع تقريبا تضرب معسكر يستقبل مجندين للشرعيه في المكلا، واليوم تضرب معسكرا في عدن يدرب مجندين ايضا للشرعيه، اذا القاعده تحارب الشرعيه، الحوثي يحارب الشرعيه، زعيمهم يحارب الشرعيه، يعني هل تتفق مع هذا الكلام خاصه انه فكره هل يلتقي الانقلاب والارهاب عند هذه النقطه وهي محاربه الشرعيه؟ لا شك، مثلا في 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 علوم القانون وفي القانون الجنائي يقال انه اذا اردت ان تعرف الجاني فاعرف من المستفيد من هذه الجنايه. بمعنى اخر انه في اطراف هي بالاخير هي التي تستفيد، من سيستفيد من ضرب الشرعيه ومؤسساتها وضرب صوره الدوله في ذهنيه الناس ونشر الرعب والخراب في هذه المناطق؟ من يستفيد من هذه الحاله هو بالتاكيد سيكون شريك في تنفيذ هذه الجريمه. سواء على المستوى سواء تحت غطاء داعش ومسمياتها المختلفه او تحت شعار جماعه الحوثي او علي عبد صالح نحن بالاخير امام اطراف تستفيد من نشر العنف وتستفيد ايضا من تحقيقه تريد ان تحقق اهدافها عن طريق العنف والسلاح والقوه في هذا السياق هناك قاعدة تقول أستاذ يعني أنت الآن قلتها يعني القاعدة الجنائية التي تقول إذا أردت أن تعرف القاتل فابحث عن المستفيد هذه النقطة يعني تدعنا نتجه تماما صوب يعني علي عبد الله سابقا وحاليا الانقلابيين يعني خاصة ونحن نشاهد مدى الحديث يعني عبد السلام محمد يتحدث عن أنه الفراغ الأمني وهذا يحدث بسبب الأمن يعني كانهم وجدوا شماعه ليضعوا عليها كل فشل الحكومه هم لم يجدوا شماعه هم صنعوا هذه الشماعه اصلا يعني مثلا احنا احنا من نلاحظ مساله الانقلاب منذ البدايه الى اليوم كان اكبر شماعه رفعوها امام المجتمع الدولي وامام الجميع هي مساله محاربه داعش نعم. وكل من يعارض هذا الانقلاب هو داعش و يعني وبالتالي نحن امام ليس فقط توظيف بل صناعه صناعة. يعني صنعوا هذه الظاهره صناعه وأجادوا في صناعتها حتى وصلت إلى هذه المرحلة وبالتالي اليوم أيضا وهم مستفيدين أيضا من تداعيات المجتمع الدولي بعض الأطراف التي توظف أيضا وتستفيد من وجود مثل هذا الملف الأمني المفتوح على كل الاتجاهات يعني ملف الإرهاب وهو أيضا ملف مغري لتنفيذ كل العمليات والتواجد مثلا في هذه المنطقة يعني مثلا الآن عودة الأمريكان مثلا التي سمعنا بها وعودتها إلى الجنوب يعني من يستفيد من هذا الملف؟ يعني اليس كان اكدب الولايات المتحده الامريكيه مثلا في مكافحه الارهاب انه ان تبدا بالقدر الحقيقي لوجود الارهاب في اليمن هو غياب الدوله ليس فقط ان تتدخل عسكريا وهي التي طبعا وهذا تطور خطير في الاستراتيجيه الامريكيه ما حد يلاحظ يعني الاستراتيجيه الامريكيه في الاونه الاخيره منذ خمس سنوات كان هناك قرار واضح استراتيجيه الامن القومي الامريكي انه عدم التدخل مطلقا في في عسكريا على اي ارض مهما كانت التداعيات لكن اللي حصل الان مؤخرا هو كسر لهذه القاعده في دلالة لماذا؟, يعني لماذا حدث هذا الكسر يعني هل بدأت الأوراق ربما تختلط في في لأجل المصالح السياسية؟ ربما هذه القاعدة وجدت استثناء في الحالة اليمنية يعني أنه دعونا نوفر ضوء أو ظرف أفضل لرفع شعار الموت لأمريكا، لأنه نحن لسنا موجودين في اليمن وبالتالي خلينا نضع في هذا السياق هذه التجربة ونتواجد على الأرض اليمنية ونوفر أيضا غطاء هل استطاعت ميليشيا الحوثي خارجيا أن تقنع الأمريكان أنها فعلا من تحارب الإرهاب؟ حدث هناك مسألة صفقة في هذا مسألة الإرهاب كما أقول دائما هي مسألة سياسية هي ورقة سياسية وبالتالي يعني الزواج الكاثوليكي اللي كان قائم بين علي عبد الله صالح والمخابرات الامريكيه حينما وصلوا الى نقطه هو لا يعني انه فشل علي عبد الله صالح في هذا الملف لكن يعني انه علي عبد الله صالح لم يعد مقبول محليا وبالتالي كيف يعني يعني مساله الشراكه مع علي عبد الله صالح هي انفصلت بفعل ضغط المحلي الشعبي اليمني لكن مؤخرا يعني حدث اعتراف شبه يعني خجول لنقل بشان العلاقه ان هناك كانت لعبه ربما في هذا الجانب قبل الامريكان حين هل هل تكشفت الاوراق الان انا باعتقادي انا بالنسبه لي كمراقب انه واضحه تماما انه مكشوفه لكن فيما يتعلق بمساله اليوم مثلا الصراع الموجود لان اللي تراه هو ترى استراتيجيه جديده في المنطقة استراتيجيه تقوم او احدى ما يسمى مخرجات الملف التفسيري للملف النووي الايراني الامريكي في شقه التفسيري والكواليسي انه في تشكيلات جديده في المنطقه ايران ستتولى هذا الملف الاطراف الاقرب الى ايران هي ستكون اطراف جديده مثلا بحزب الله في لبنان مثلا بجماعه الحوثي في اليمن مثلا بخلايا النائمة في الخليج العربي وبالتالي أصبح اليوم علي عبد الله صالح يعني هو له علاقة في إيران وبالتالي تم توظيف هذه العلاقة في سياق المرحلة الماضية الآن في طرف آخر ينازع علي عبد الله صالح بل يتفوق عليه في مسألة إيجاد شرعية الأمر الواقع الانقلابية التي حصلت في صنعاء وبالتالي الان في مفاضله لدى الامريكان، هل نستمر على لعب اللعب بورق ملفات الارهاب مع علي عبد الله صالح وجماعته ام انه الجماعه الجديده هي التي ممكن هل نستطيع ان نقول انه ميراث انتقل من علي عبد الله صالح الى حت حت حاليا؟ حتى الان انا باعتقادي انه في الطريق الى هذا الملف أوه. وخاصه مع هذه التحضيرات التي تتم مع الضغط الامريكي فيما يتعلق بعدم يعني اسقاط العاصمه، بنقل البنك الى عدن الى يعني أيضاً الاعتذار الأخير الذي حصل من جماعة الحوثي للسفير الأمريكي في في الرياض السفير الأمريكي الأمريكي في اليمن والمقيم في الرياض حالياً حصل اعتراض أو اعتذار له في مشاورات الكويت على كواليس مشاورات الكويت اعتذروا له وقبل اعتذارهم ويعني نحن أمام ترتيبات كبيرة تتم ومكشوفة لم يعد أحد يعني يغفل مثل هذه نعم تحدثت في إيه إحدى كتاباتك أو تطرقت إلى العلاقة بين الارهاب والاستبداد بعنوان مشكلتنا مع الاستبداد، هل ترى ان الارهاب مولود طبيعي للاستبداد؟ هو المولود الشرعي للاستبداد، الارهاب هو مولود شرعي للاستبداد، بمعنى اخر انه حينما تغيب او تنسد افق اي تغيير سياسي او اجتماعي او نعم. ثقافي امام المجتمعات انا باعتقادي ستكون الاشياء القريبه لتنفيذ هذا التغيير او خيال او حتى ذهنية الذهاب الى هذا التغيير لا لا لا, لا توجد في هذه الحاله سوى ظاهره العنف واستخدام العنف والقوه للذهاب لا. الى هذا المسار وهذا الذي حصل اليوم نحن نقني هذا الشيء موجات الربيع العربي التي حصلت هي ادت الى يعني الى شبه موت كلينيكي لمساله الارهاب والظاهرة العنف على الامتداد ما بعد 2011 حتى عادت مساله الانقلابات العسكريه وموجات الثورات المضاده التي رايناها في تسقط الرئيس المنتخب في مصر ايضا في 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 ليبيا في سوريا في اليمن نحن راينا موجه صد لموجات التغيير التي حصلت في عقب ثوره الربيع العربي وبالتالي ما الذي حصل؟ انتفش او ارتفع منسوب الجماعات الارهابيه والعنفيه وعادت ظاهره العنف واخذت اشكال جديده نحن امام امام كما قلت انه يعني فعل وردة فعل انه الاستبداد كلما تصلب كلما كانت رده الفعل العنفيه باتجاه الاستبداد اكبر قراءه دقيقه لمساله العنف أنا لا يمكن اختزالها في مسألة وجود نص ديني أو وجود نزوة أو شذوذ في التفكير لدى فرد أو جماعة، هو منظومة الإرهاب هي منظومة متكاملة بعوامل مختلفة، باعتقادي أن نظرية السبب الواحد في تفسير الظواهر ماتت لم تعد موجودة هناك الاستبداد هناك الفشل الاقتصادي هناك الفشل الأمني ماذا, هناك ماذا عن التطرف الفكري الذي يعد موجودا وربما يستغل من قبل أطراف إقليمية لمشاريع انقلابية وانقسامية أيضا في المنطقة التطرف الفكري هو نتيجة طبيعية أيضا لوجود إشكالية تراثية نحن لا ننفي ولا ننكر وجود إشكالية في التراث وجود نصوص فيها كثير من الإشكاليات والألغام أنا أسميها لكن باعتقادي أن هذه النصوص ليست الوحيدة التي تؤدي إلى ظاهرة التطرف، مثلا نحن على بعد, على بعد 1200 سنة من وجود هذه النصوص، لم يشهد في التاريخ كله أن ظهرت تيارات عنفية تتبنى خطاباً عنفياً متوحشاً مثلما هو حال الجماعات الموجودة في هذه المرحلة وفي هذه اللحظة لماذا على لم امتداد هذه السنوات؟ ربما لوجود, لوجود الإعلام الآن أصبحت المسألة أكثر وضوحا وأكثر سرعة في وصولها باعتقادي أيضا حتى مسألة النظر إلى هذه من زاوية تاريخية يعني الاخيرة. ليست فقط يعني التراث الذي يعني هو ملغوم هناك أيضا ممارسات تمت في حياتنا الإمامة كانت يعني قامت بعملية تطهير لكثير من يعارض يعارضها فهذه يعني مسألة كيف يمكن يعني لنقل يعني هناك تطرف في الجانبين إن إن صح لي القول سواء سنة أو شيعة ويتم الآن الضرب بهما بهذا الشكل رغم أن الخلافات الأساسية هي سياسية وتغذى من 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 الجذور نعم الجذر الأول والأساسي للخلاف هو جذر سياسي بعد ذلك يعني تطور تراكمي لمسألة نشوء جماعات برؤى وتنظيرات و... و... و وتفسيرات عقائدية ومذهبية ودينية كلها أدت إلى تراكمات كما نراها اليوم لكن أنا فيما يتعلق بظاهرة الإرهاب العابر للقارات هذا الإرهاب الموجود اليوم المنتفخ بهذا الشكل الذي يتعاطى معه الإرهاب وجعل منها مارداً كبيراً أنا باعتقادي أنه الإشكالية الكبيرة فيها هي إشكالية الاستبداد السياسي وعدم الانتقال السياسي في هذه المجتمعات نحن في مرحلة أصبحت النظرية الديمقراطية أكثر تفسيرا ورعاية لمساق التطورات الاجتماعية على كل المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية ما حصل اليوم الربيع العربي أثبت هذه الحقيقة وهذه النظرية أن الشعوب تتوق إلى الحرية والكرامة أي وقوف في وجه هذه الشعوب هو يؤدي دائما إلى هذه الارتكاسات تفسر بالعنف نعم. تفسر أخيرا حتى أستغل الوقت أستاذ نبيل يعني كيف تقرأ تأثير العمليات الإرهابية على المشاهد أو اللحظة السياسية الراهنة خاصة فيما يتعلق بمسألة حضور الدولة وفي المناطق المحررة تحديدا أنا باعتقادي العمليات تنعكس سلبيا على على مسألة الشرعية في اليمن وهي أيضا تؤدي إلى وجود حق يعني إلى دوافع قوية وحقيقية الآن بالدفع الحكومة إلى أن تعيد ترتيب صفوفها وان تنتقل الى الداخل اليمني وان تمارس صلاحيتها في الداخل بامكانيتها البسيطه انا باعتقادي المساله انه حاله الفجوه الموجوده اليوم بين الحكومه ووجودها على ارض الواقع هي المسافه التي يلعب بها الانقلابيون ويلعب ويلعب بها المتطرفون ويلعب بها كل من يريد ان يلعب على مساله استمرار معاناه اليمنيين ومساله بقاء او عوده شرعنه الانقلاب عن طريق المفاوضات او غيرها إذا شكرا لك أستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم ربما مشاهدينا الكرام يعني أن الحل في الفترة الراهنة غير عودة الدولة هي أيضا المكافحة الفكرية والعسكرية لهذا الإرهاب الذي بدأ يأكل الأخضر واليابس في بلادنا شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام لأن نلتقيكم في مساء يمني جديد في برعاية اليوم